نجي على المجموعة اللي بعدها اللي هي inhibit protein synthesis أو اللي تعرقل إنتاج البروتين داخل الخلية وبالتالي تؤدي إلى موت الخلية. لو ردنا نشوف الآن هذه الرايبوسومات. الرايبوسومات قلنا وظيفتها تكوين إيش بروتين من خلال تكوين بوليبيبتايد تشين، لكن هنا لازم نعرف إنه الرايبوسومات في البكتيريا تتكون من هذه السبيونت، تتكون من اثنين سبيونت، واحد يسموه ب50S 50 سبيونت والثاني يسمى ب30، وهذا مهم تعرفه، هذا يسمى ب30 سبيونت. سبيونت نرسم تمام تذكروا، فهذا 30 واحنا عندنا 50. وطبعا هنا يمر تكوين البروتينات، يمر بمراحل ما راح اشرحها بالتفصيل، بس الفكرة انه يعني يجي ماسنجر RNA تمام، يجي طبعا ماسنجر RNA خلينا نسميه يعني بهذا الشكل، يجي الماسنجر RNA ينقل الرسالة الى الرايبوسوم، وبعدين يجي التي سمول RNA يجيب الامينو اسيدز المهمة من خلالها يكون الرايبوسوم البروتين على شكل بولي بيبتايد تشين تمام، حلقة من الأمينو أسيدز، وبعدين هذا يبدأ يأخذ شكل البروتين المطلوب. انتبهوا عليه، هذه الأدوية راح تقسم إلى مجموعتين حسب عملها على أي وحدة من الرايبوسومات، على الوحدة 50 50S أو على الوحدة 30 30S. فراح تقسم إلى 50S سبيونت ومجموعة أنتيبيوتيك مهمة موجودة ضمنها مثل الكلورامفينيكول مثل دواء كليندومايسين وأيضا مجموعة الماكرولايدز مثل طبعا أدوية الماكرولايدز المشهورة أزيثروميسين وكلاريثروميسين وأيضا إريثرو مايسين، طبعا ما راح اكتبها كامل حتى اختصارا للوقت، وعندنا بعض الانتيبيوتيكات الثانيه لكن هذه الاهم الموجوده ضمن هذه المجموعه. طيب المجموعه اللي هي 30S سب يونت تشتغل على المجموعه 30S سب يونت، عندنا مجاميع اساسيه ايضا مهمه، هي مجموعه الامينو جلايكوسايت موجوده من أهم المجاميع، أمينو جلايكوسايد أمينو جلايكوسايد مثل أدوية مشهورة ضمن هذه المجموعة مثل الجينتا جينتو مايسين ستريبتو مايسين ستريبتو مايسين تمام، وغيرها أيضا من مجموعة الأمينوغلايكوسايدز. وعندنا أيضا هنا مجموعة ثانية هي مجموعة التترا سايكلينز، تترا سايكلينز أيضا من ضمن مجموعة الثيرتي سبيونز أو اللي توقف البروتين من خلال توقيف الوحدة 30 في الرايبوسوم داخل البكتيريا، مثل طبعا دواء التترا سايكلين نفسه هو تتراسايكلين والدوكسيسايكلين والدوكسيسايكلين. طيب خلنا نتكلم عن هذه المجاميع بشكل سريع طبعا والسايد افكتات بشكل سريع لها، ما راح ادخل في تفاصيلها كامل لكن اذكرها بشكل سريع وأيضا بعض الاستخدامات لهم، وأنا راح أقدر أكتب كل شيء للأسف لأن صعب
إنه كل كلمة أقولها أكتبها، فأنتوا إذا تحبون سجلوا وياي واستمعوا وياي وفهموا الموضوع. طيب نجي بالدواء كلورامفينيكول. هذا دواء ما يستخدم كثيرا بسبب سايد إفكت مهم إلى اللي هو ممكن يؤدي لك إلى شغلة اسمها أبلاستيك أنيميا، اللي هي يعني يدمر نخاع العظم وبالتالي يؤدي لك إلى أنيميا وفقر دم شديد بسبب نقص كل مكونات الدم من كل الدم بيضاء حمراء وصفيحات دموية. وهذا يعتمد على الجرعة إيش قد أخذت من عنده، إيش قد ممكن يؤدي هذا إلى هذا المسألة. ممكن يؤدي لك فقط إلى أنيميا بسيطة، وممكن يؤدي لك إلى أبلاستيك أنيميا، تعتمد على الجرعة. وأيضا ممكن يؤدي لك إلى ما يسمى بجراي بيبي سيندروم في الأطفال الخدج، لأنه عندهم نقص بأنزيم اليو دي بي الموجود من الكبد، وبالتالي ممكن يؤدي لك إلى هذا المرض بالأطفال الخدج غري بيبي سيندروم. لكن ليش نستخدمه؟ نستخدمه في بعض، يكون فعال في بعض الأمراض المقاومة مثل الروكي ماونتن سبوتيد فيفر بسبب هركتسيا، وأيضا في بعض أنواع المننجايتس مثل الهيموفيلوس إنفلونزا لما تصير لك، فمرات يستخدمون لأنه يعبر البلاد برين بارير، فممكن يستخدمون كلورامفينيكول. كليندومايسين إلى استخدامات للأنايروبيك بكتيريا في حالة لو صار عندك ديسبكتريوسيس، خلل في البكتيريا داخل الأمعاء بسبب أنه أخذت أنتيبايتكات ثانية قتلت البكتيريا الحميدة، ممكن تستخدمه كبديل حتى يرجع لك البكتيريا الحميدة، لأنه يقتل البكتيريا اللاهوائية راح تتكون في هذه الحالة. ما ندخل بتفاصيل أكثر. فيستخدم للسيدو ممبرينس كولايتس. ماكرولايتس مثل الأزيثروميسين والأريثروميسين والكلاريثروميسين، هذه أنتيبايتكات أيضا مهمة لها استخدامات، نستخدمها خاصة للجهاز التنفسي، خاصة لما يسمى بأتيبيكال نيمونيا اللي هي نيمونيا تسببها بكتيريات غير شائعة، مو بكتيريات ستريبتوكوكس مثل المايكوبلازما كلاميديا ليجينيلا، يستخدموا لها هذه المجموعة من مجموعة الماكرولايتس. ويعني تستخدم للكلاميديا وغيرها من البكتيريات، وأيضا للبرتوسيز اللي هو السعال الديكي وبينكوف، لكن إلها سايد إفكت ممكن يظهر في بعض الحالات، اللي هو أنه يؤدي لك إلى ما يسمى بـ QT prolongation اللي هو بالECG تصير عندك استطالة بمركب الQT، فيؤدي لك إلى مرات خلل في نظم القلب عند بعض الأشخاص، وبالتالي الأشخاص اللي يأخذوا لمدة طويلة لازم يكونون يعني خلينا نقول يعملون تشيك للACG وتأكدون من عدم استطالة الQT عندهم. لكن بشكل عام هي آمنة، بس قلت لكم ممكن تصير في بعض الحالات، وممكن يؤدي لك في بعض الحالات إلى التهاب بالكبد والتهاب بالصفراء كوليسيستايتس. فهذا أيضا بالنسبة للماكرولايت، وطبعا هذا مو كلام شامل، إلها أيضا أشياء ثانية وكلها تعتمد على الجرعة الدوائية. ماذا أنطي عن الجرعة هنا أنا بس حتى بشكل عام تفهمون الموضوع. فهذا الكلام اللي دا أقوله لا تغير من عند دواء ولا تعتمد عليه دواء، هذا الشرح فقط للتوضيح لا أكثر ولا أقل، أعيدها مرة ثانية. طيب بالنسبة لنرجع على الثيرتي سب يونت، هسه نجي على مجموعة الثيرتي سب يونت مثل الأمينو غلايكوسايدز مثل الجنتامايسين والنيومايسين والأميكاسين، طبعا عندنا أدوية وستبتومايسين، هذه لها استخدامات واسعة ويستخدموها في أمراض كثيرة، خاصة أنها هي تغطي مجموعة الجرام نيجاتيف بكتيريا سالبة الصبغة، وخاصة اللي مقاومة الممكن للبيتا لاكتام بتستخدمها في هذه الحالة. وفي أيضا علاج أمراض كثيرة تصيب ممكن الجهاز الهضمي وغيره. المهم هذا هنا السايد افكتات هي المهمة في مجموعة الأمينو غلايكوسايدز، اللي هي شنو؟ أنه هي نيفروتوكسيك وأوتوتوكسيك، يعني أنه هي سامة للأذن وسامة للكلية. وأغلب أو قسم كبير من الأدوية تكون نيفروتوكسيك وأوتوتوكسيك. لما تسمع نيفروتوكسيك كملها ويا أوتوتوكسيك، مثل الفوراسمايد اللي هو ليزكس أيضا يكون نيفروتوكسيك وأوتوتوكسيك، يعني سام للكلية وسام للأذن. فهذه الأمينو غلايكوسات اتذكروا نيفروتوكسيك أوتوتوكسيك، وأيضا تيراتوجينيك يعني مشوهة للأجنة، ولذلك لا يعني تمنع النساء الحوامل من أخذ مجموعة الأمينو غلايكوسايت، لكن نستخدمها قلت لكم في حالات ثانية لبعض البكتيريات المقاومة وغيرها. المهم فهذا بالنسبة للأمينو غلايكوسايت.
سايد. طيب التتراسايكلين، التتراسايكلين طبعا منها الدوكسيسايكلين، هذا القدرة أيضا يشتغل انتراسيلولاري، يدخل إلى داخل الخلايا ويلاحق الخلايا إلى داخل الخلايا، ولذلك نستخدمه في الانتراسيلولار بكتيريا مثل كثير من البكتيريات مثل الكلاميديا، ريكيتسيا، أيضا يستخدمه باللايم ديزيز، للبرغدورفي، بريليا برغدورفي، وأيضا نستخدمه في انتيبايتيكات أو استخدم استخدامات ثانية. لكن الملاحظة اللي تعرف أنه لازم ما ينخذ ويا الكالسيوم أو ويا الأكل يحتوي على الكالسيوم مثل الحليب أو مضادات الكالسيوم أو مضادات الأسد، آسف، مضادات الأسد في المعدة اللي تحتوي على الكالسيوم أو المغنيزيوم، لأن إلى القدرة يرتبط بيهم. وأيضا هذا الدواء مشهور أنه يسبب لك تصبغ بال الأسنان، yellow teeth discoloration، وأيضا يسوي لك يؤدي لك إلى تأخر في نمو العظام، يعني يؤدي لك إلى inhibition of bone growth with children، يعني الأطفال، يؤدي لك إلى تأخر في نمو العظام في الأطفال لأنه يتجمع في العظام. فهذا مهم تعرف أنه bone growth delay بالchildren، أيضا photosensitivity، تصير حساسية في بعض الأشخاص لأنه أيضا إلى يعني مشاكل بالجلد، يؤدي لك لما يلتقي مع الأشعة الفوق البنفسجية ممكن يؤدي لك إلى ممكن يعني طفح أو photosensitivity تصير بالجلد بسبب الضوء. وأيضا yellow teeth discoloration هذه مشهورة لمجموعة التتراسايكلين. فهذا بالنسبة لهذه المجموعة للإنهيبيشن أوف بروتين سينثيسيس بشكل عام.